بات الزهار كلهم عم يخافوا. يعني انا يعني مني واحد الناس انا عم بخاف مو هني. بيخافوا يعني بيخافوا، وانا بقول لهم يعني هدول جثث بدون ارواح، والمعيشة جنب منهم ارحم ارحم من هال ما في اللي فيهن ارواح. يعني اهل البلد وقف يعني نوعا ما وقف التدريس هو. يعني في مدارس صار فيها ناس حين كثير. بخاف على اطفال انه يطلعوا بدون علم، بدون يطلعوا جاهلين في الحياه. اتمنى هيك يعني انه نطلع اطلع دارس يعني واجتهد انه يعني انه ما اطلع يعني انه ما ماني دارس شيء.